السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم جيتكم فيديو جديد اللي هو تحضير البسبوسة. راح نخلي لكم المقادير على صفحة الوصف، كملوا معايا لآخر الفيديو. هنا درت الشربات يطيبوا اللي فيها كاس سكر وزوج كيسان ماء والليمون باش دير النكهة تاعها، ونخلوها لمدة 15 دقيقة باش تولي عقدة. أولا نضيفو البيض مع السكر باش نخلطوهم حتى يتجانس هذاك الخليط. بعدها نضيفو لافاني وبشور الليمون باش تعطينا نكهة شابة في البسبوسة تاعنا. هنا نضيفو الحليب والزيت، بغيت تخلط المقادير تاعها بالباتور ولا تقدر تخلطهم بالباتور باش تسهل على روحها العمليه. وهنايا نضيفوا السميد تاعنا مع الفرفاره اللي هي خميره كيميائيه. وهنا كملت المقادير تاعي بعد ما ذهبت المول تاعي بالزبده. نضيفوا لها بعض الفرينه باش ما تلصقناش العجينه. وهنايا بعد ما طيبتها على درجه 180 درجه ثقبتها باش تتشرب مليح بالشربات. ونبقاو نضيفوا الشربات بشويه بشويه حتى نكملوا كاع الاماكن ونشربوها مليح. احنا من الاحسن نضيفوا الشربات وهي باردة على البسبوسة الساخنة وباش تجينا هشيشة ما تجيناش معجنة. والتزيين اختياري انتي والذوق تاعك، تبغي تزيني بالكاوكاو تبغي تزينيه بالشوكولا، كل واحدة والاختيار تاعها في التزيين. انا زينتها بكاوكاو مدشش وهذه هي النتيجة الاخيرة، جات بزاف شابة وهشيشة. من الاحسن تخلوها تبرد. وهذه هي، ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو. تهلاو في روحكم، نتلاقوا في فيديو اخر ان شاء الله. والسلام.